أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا تتقوا
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا الذين يذكرون الله
يتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار ربنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وعدنا على وصولنا
صدق الله العظيم. ركز إخوة الإيمان والإسلام، قد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة الذي تلاها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ عمر عادل سلام قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم والمعروف بمركز ومدينة دلنجان. حضرة السادة المعازين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا